للمرة الأولى شارك جنود من أي دول أعضاء في الحلف الأطلسي في العرض العسكري السنوي الذي جرى في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى 65 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية. مراسلنا إيفغيني سيدروف لديه التفاصيل. إحياء الاستعراضات العسكرية لمناسبة ما يسمى عيد النصر يعود إلى عام 1995 بعد انقطاع هذا التقليد سنوات عدة، ويحضر هذه الاحتفالات كل 5 أعوام زعماء من مختلف دول العالم، بلغ عددهم هذه المرة 21 بينهم مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل والرئيس الصيني هو جين تاو ورؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة. الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف انتهز المناسبة للتذكير بضرورة ما وصفه بتفعيل التعاون الدولي وبمواجهة الأخطار الحربية الجديدة. عبر الحرب العالمية الثانية تدعونا إلى التضامن، فالسلام ما زال هشا، وعلينا أن نتذكر أن الحروب لا تندلع خلال لحظة واحدة، وسنستطيع بالجهد المشترك أن نواجه الأخطار الجديدة، وعلى أساس حسن الجوار سنستطيع أيضا أن نحل قضايا الأمن. مشاركة الوحدات المسلحة من دول التحالف المناهض للنازية في الاستعراض العسكري هو تأكيد من الدول الغربية للتضامن مع ما سمته موسكو الأخطار الجديدة. الاستعراض العسكري هذا العام تميز بعرض الدبابات الحديثة من طراز T-90 التي أطلق عليها اسم الدبابات الطائرة بسبب قدرتها على القفز من موقع مرتفع واجتياز حفرة يبلغ عرضها 3 أمتار، وصواريخ إسكندر التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، وصواريخ توبل إم العابرة للقارات التي يتعذر اعتراضها، وأخيرا قاذفات قنابل من طراز 260، كلها أسلحة ومعدات تريد روسيا من خلالها أن تعيد إلى الأذهان جبروتها العسكري السابق. والاحتفالات عيد النصر بعد إنساني آخر، فالمحاربون القدامى يتوافدون على هذه الحديقة الواقعة أمام مسرح بولشوي ليتذكروا الحرب بصورها المختلفة. أنا جندي بسيط في دولة روسيا العظيمة، حاربت في صفوف الجيش ووقعت مرتين في أسر النازيين الذين أرادوا إعدامي رميا بالرصاص. يوم النصر على ألمانيا النازية حدث ما زال المواطنون الروس ينظرون إليه بعين الفخر. إنه رمز لقوة شعبنا الذي لا يمكن قهره، ورمز للشجاعة والجرأة. عمي قتل أثناء الحرب، فالحرب حدث لن يمحى من الذاكرة. وبالرغم مما تركته الحرب العالمية الثانية من تأثيرات مختلفة في حياة عشرات الملايين من مواطني روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنهم يعتبرون يوم النصر عيدا للشعب بأسره. يفغيني سيدروف، بي بي سي، موسكو.